بعد 8 أشهر على مغادرته القصر الجمهوري، الرئيس ميشيل سليمان يتحدث للمرة الأولى منذ انتهاء ولايته عن خفايا عهده. ماذا أنجز وأين أخفق؟ ما هي أسباب تدهور علاقته بحزب الله وأين يقف من نظام الأسد؟ هل سقط أعلان بعبده؟ وماذا عن معارك الجيش ضد الإرهاب؟ وكيف يرد على كل ما قيل عن الهبة السعودية؟ هل ينوي إنشاء حزب سياسي؟ وماذا يقول للشباب اللبناني؟ الرئيس ميشيل سليمان ضيف بولا يعقوبيان في انترفيوز الأربعاء 9:30 مساء على المستقبل، بالاشتراك مع كويزين دار. والبنك اللبناني الفرنسي. كل رأي بيستحق ينسمع وكل طموح حدا يآمن فيه. البنك اللبناني الفرنسي راعي طموحاتكم وانترفيوز.